الجدير بالذكر يعني الناس اللي عايشة بفلسطين بنعرف إنه الزوان هو يشبه القمح، نعم، فما فيك تميزه إلا عند الثمر، لما بتكبر وبتصبح سنابل فبيبين الفرق من الثمر. فهن تعجبوا، قال طب أنت زرعت زوان لكن زرعت قمح جيدا. وعم فمن نشوف أين له زوان؟ لأنه في شغلتين لازم ندركها في الزرع، إنه ما بيبينش الثمر إلا لما يكبر، فالتمييز لما يعني بينضج. الحاجة الثانية لما الرب يعني حكمة المزارع إنه لا تقلع، لأنه حتى الجذور القمح متشابكة مع بعض. بالضبط متشابكة مع بعض، فلو قلعت أنت رح تقلع الحنطة مع الزوان. لكن في الحصاد بيستخدم المنجل مثل ما مكتوب في سفر رؤيا إصحاح 14، صحيح، يرسل ملاك في الحاصد في المنجل، فالمنجل بيقطع بعدين بيميزوا الحنطة من الزوان. من الزوان.